السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اخوتي بخير عليكم، كلشي مزيان. السلام عليكم اخوان جميعا متتبعي قناة جمال فرات، احييكم بتحية الاسلام كما العادة. دبرنا الخوت هذه ان شاء الله، هذه هي الرمله ديال البحر، هذه راه جابها لنا النسيب. وتحيه الاخ سهيل بعدا من هذا المنبر، ما نساوش خويا سهيل سادس من وزان، من مدينه وزان، تنحييك اخويا سهيل. وبالنسبه لرمله البحر هي اللي راه جابها لنا النسيب، هذا الكوكياج غنشدو ندقدقو هذا في بلاصه، هذا هو الكاخير اللي غادي نعطيوه للحمام ان شاء الله. هذا غادي نخليوه، ودابا غادي نطلعو. جبنا هاد شويه ديال هاد العباده، هذا غاجافيل ان شاء الله هو اللي غادي نطويه وبين نوصلو به الخابيه، باش الحمام ديال شرب من الخابيه، مابقاش يشرب من السقايه، وما كاين غير عاد عادي جلول وغشاك واش محلو. حنا طلعنا ان شاء الله، شوفوا القضيه كي دايره الفوق. يا بسم الله، لا تقطعوا ولا تستقطعوا، لا تقطعوا. نهار مشمش اليوم ان شاء الله، مشمش. يا بسم الله، معنا واحد جوج ابطال هنا، ابطال سلاويين هما، يا جوج. راني نخليهم نوريهمش لكم دابا. اييه بخير عليكم، كلشي مزيان. يلا اللهم يسر اليوم الخوت ان شاء الله بحول الله. اليوم ان شاء الله الحمام غادي يدوش، الحمام ان شاء الله اليوم غادي يدوش وغادي يطير، وغدا غادي نبداو اليوم هاد الباراتيف. غدا ان شاء الله هادي اللي غادي نبداو اليوم غدا ان شاء الله. عندنا هنا 10 ديال الباكيات، يلا غادي نبدا انا التريتمون جينيرال ديالي، يلا غادي نبدا التريتمون جينيرال ديالي. هذاك الزباله كيغوت عاوتاني غتوضح حرام، حتى تنطلع انا الله يعطي لامك الغضب، عمرك شي واحد قالها لك؟ حتى كنطلع انا عاد كيغوت بالعاني، والله الا بالعاني. هانت دير دير بوز، دير بوز نحيدو. بالنسبه لديك القرعه اللي كنا درنا ديال الذكر، شحال من واحد ما عجبوش الحال، وكل واحد من حقه، ماشي مشكل من حقه. حنا نحاولوا ما امكن، حنا فاش غنديروها مع شنيبراتي ان شاء الله، ما غاديش نديروا هاد اللعبه ديال هاكا ولا هاكا، غادي نشدوا ورقات وغادي نكتبوا. ولا كاينه واحد لابليكاسيون، شحال من واحد الله يجازيكم بخير بعدا، شحال من واحد صيفطها ليا واحد لابليكاسيون قال لك انستاليها، وما فهمتش انا كيفاش الخدمه ديالها. من بعد نعرف الخدمه ديالها، من بعد نعرف الخدمه ديالها، غادي انستالي ديك لابليكاسيون نقدر نخدم بها. ديك الساعه اللي جات فيه الشنيبرات ان شاء الله، الله يسخر لي هادشي اللي كاين. ومن بعد ما تلقنا الحمامات فيك هذا راه متحركين فين مشى الله اعلم، الحمد لله. راه هو دابا راه الحال مبرد، راهم كيلعبوا ليه اليوم ان شاء الله، غادي نعطيهم يدوشوا باذن الله. اليوم ان شاء الله غيدوشوا، غدا غنبداو اليوم الباراتيفو. هما جايين، هما جايين تبارك الله. حدهم ياكلوا ويشربوا ان شاء الله ويكون الخير ان شاء الله. وتحياتي للجميع ان شاء الله، رب ان شاء الله كنقولوا حنا الاسبوع، ماشي الاسبوع، الاسبوع القادم بلا هذا، يعني من هنا واحد 15 يوم، من هنا واحد 15 يوم غادي نبداو التدارين. تحيه لجمعيه اليمامه، وتحيه للمغاربه جميعا والناس ديال اوروبا. وزيدوا زيد، وحنا كنسلكوا مع الوقت، اللهم يسر الجميع. كاع اللي كيسول في هذا العبد، تحيه ليه من هذا المنبر، كاع اللي كيسول فيه. حنا راه تلفنا دابا عباد الله، راه بدات لونطي الاخر، بدات التريتمون سالا، وكاين اللي سالا التريتمون ديالو. حنا الله غادي نقولوا بسم الله مع ذاك المرض اللي كان عصابنا، الحمد لله راه الحمام بعدا تشافى، راه ولا بخير، راه كيطير مزيان ولا مزيان. ونتمنى له الخير، هادشي اللي كاين.
تحية كاع خوتنا جميعا. وبالنسبة لسيدي الدكتور راه ماشي مشكل، الأخ زكريا راه جات فيه، كان جات الأخ ياسين أرضي ياسين اللي كان جات فيه لقيناه معاود بزاف، وراه شحال من واحد قالوا لي راه معاود بزاف، معاود لي كومونتير بزاف. هاد الخطرة الخوت غنديرو كومونتير واحد وغادي نعزل، غندير نقدر أنا شنو ندير، أنا نعطيكم واحد المهلة ديال أسبوع ولا ربع أيام ولا ثلاث أيام مثلا بحال هكا، وغادي ندير وريقات وغادي نكتب. ولأن المشكل ديال الشفافية، يعني واش نتوما غادي تآمنوا بأني درت داكشي بصح ولا لا؟ ولا غادي نوريكم اللي غادي يربح شي واحد غنجبد الوريقات الآخرين باش ما تقولوش راه دار الخشونة ولا شي حاجة. وتحياتي للجميع، منين ندير تحياتي للجميع ديال بوز واسي بوعزة. هضرنا هادي درنا ليها جافيل الاخوان، هذا راه جافيل، هذا الشحال هادي هي محطوطة. كاين الريح حمام عليه خايف. خل بعض الاثناء كيكون حتى الطير كيكون بوعميره ولا الطير كيخلعهم. خل خلط 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 اما الطير اما ابو عميره خلع ولا دخل يلا ولدي يلا هبط ديمو الفراغ ها ديمو الفراغ اه انا الخوت قولوا لي مبروك انا غسلنا الشرابه هاي ولات نقيه انا طام يعني كانوا كيشربوا الماء المصفى الحمي ما ترهبطوا شي وحدين ما بغاش يهبطوا انا وان شاء الله راه كيف قلنا غدا ان شاء الله غادي نبداو التريتمون جينيرال ديالنا الباراتيفوز غنديرها ان شاء الله الا كتب 10 ايام الا كتب غنديرها اليوم 10 ايام وصافي نبقى غادي لان لونطريمون راه قلنا على ما كنظن الاواخر ديال شهر 12 من نهار 20 نهار 25 بحال هكا ان شاء الله وتحياتي للجميع انا فضل الله وبارك انت والاناثات ذلك ونجينا واياكم من ذلك كاين الريح بزاف وتابو عميره على ما كنظن داك الطير هو اللي خالع علاش داير انا الطير راه ماشي نو تبارك الله شوف تبارك الله شوف الطير شوف ولا على ولا على ولا اللهم بارك يلا الخوت لا تقطعوا ولا تستقطعوا خليكم معنا
اللهم بارك وزيد في ذلك ونجينا وإياكم من ذلك. على الخوت حمي والصحة والجيدة إن شاء الله. اللهم بارك فيك. تبارك الله تبارك الله. دعوا معنا دعوا معنا الإخوة دعوا معنا أنتم دعوا معنا. أنا الخوت وكيف قلت لكم الإخوان بالنسبة إن شاء الله القرعة الجاية كل شيء غادي يبقى على خاطر إن شاء الله باش نوريكم الوليدات باقي ما وريناهمش بلاتي هادو هما خوتهم الكبار حيت واخد من الجوجة والخدام هادو خوتهم الكبار هادو شوف تبارك الله كي خارجين هذا خارج طوبي ودفلي هادو الخوت الكبار هادو راه بداو كيطيروا فوق السور ويهبطوا هادو هما الخوت الكبار والخوت الصغار ها هما هنا خويا عثمان طوبي راه فرخ على الوليدات الجداد اخي عثمان هاد اللهم بارك وزيد في ذلك ها هما جوج تماك ها هما الخوت ها هما خوتهم هما هادو ها هما ها هما في الطاجين تبارك الله تما راه في صحة جيدة هذا الشيء اللي كاين والاب راه هذه هي الاميه هذه دفليه دايره بحال الطوبيه هذه هي الام والاب ديالهم دفلي الاب ديالهم غنلعب به ان شاء الله العام الجاي يلا لا تقطعوا ولا تستقطعوا كيف قلت لكم الخوت ان شاء الله القرعه غادي نديروا وريقات باش ما يتقلق حتى شي واحد غنديروا وريقات وغادي نجمعوا واخا نديروا كاع 3 ايام نبداو نكتبوا ماشي مشكل خالي خالي فك بزقه ما علينا هادشي اللي كاين واش فهمتيني ان شاء الله يكون الخير ونتمنوا الخير للجميع هادشي اللي كاين باش ما يتقلق حتى شي واحد يلا السلام عليكم خلط 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 ما تحركش ما تحركش خلط 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 ودعوا معنا الاخوان الله يسخر الجميع وان شاء الله غدا غادي نعطيهم يدوشوا لان غادي نبداو لهم التريتمون ديال الدواء وملي غادي نديروا التريتمون نورمالمون غاد الدوش ما خصهمش يدوشوا يعني باش ما يشربوش لنا الماء دابا راه عطيناهم الماء عادي هنا ها هو مي عاديه ايوا صافي هادشي اللي كاين ما يضربوا في الشعير يلا السلام عليكم ورحمه الله وتحياتي للجميع كيف كنقول دائما وابدا